الرحمن الرحيم. احنا بنجي العقد دلوقتي اللي هو بتاع شركة كايرو تري للإنتاج الزراعي ب 2503 فدان، ومبروك عليهم ومبروك علينا برضو أو على الدولة ثمن هذه الأرض واستردادها لحق. نعم، المبلغ 100 مليون و500 ألف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ صفحة صفحة. اتفضل. أنا بحب أحط التاريخ دايماً. الدفع وخلاص وراحوا حق الشعب.